هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا النهارده معاكم ريمون من سوني الفا يونيفرس. النهارده هنتكلم عن موضوع بسيط بس مهم جدا، ومهم جدا في البرزنتيشن بتاع الصور بتاعنا، هو البادي لانجوج، وكمان هاو يو بوز الكابل ان هما يريبريزنتوا الشكل المظبوط او الشكل اللي انت عاوزه في في الصوره. اول حاجه النهارده هنتكلم عليها هي ايه هو البادي لانجوج، يعني ايه اللي بيخلي البادي لانجوج حاجه مهمه جدا، والبوزنج حاجه مهمه جدا ان احنا نعرفها ونتعلمها كفوتوجرافر، ان هي الفورم، يعني انت بتتحكم في الشكل العام اللي انت عاوزه في من الكابل، وفي نفس الوقت هو بيتحكم في البادي لانجوج بتاع الكابل ان هو يكسبرس، فهو فورم اوف، يعني الفورم بتاع الشخص والاكسبريشن بتاع الشخص. فمرات كتير قوي بنبقى عايزين نستيت هابينس، نستيت دريمنس، نستيت ان الكابل ده في اسعد ايام حياته، او في الحب اللي ما بينهم، الفيلينجز، لان معظم الكابلز احنا بنصورهم مش مودلز، فمش بيعرفوا ازاي الكاميرا بتريبريزنت ذير فيلينجز وكده. فهنتكلم النهارده عن حاجات صغيره قوي في البوزنج، زي ماي فيفوريت بوز هو الفي شيب بوز. هو احنا عندنا اربع بوزز مشهورين، بيزك فاندمنتال بتاع البوزنج ان جنرال، اللي هم الفي بوزنج اللي هو اللي احنا في شيب اللي انا بتكلم عليه ده، اللي هو لما الكابل يبقى واقف قصاد بعضه بس عامل في شيب، كتفه اللي جوه مقرب على كتفها اللي جوه، ف you can see whatever على يعني لبسها جزء من الفستان او حاجه، وفي نفس الوقت شايف وشهم، لان وشهم مش لبعض، مش بروفيل صريح، بيبقى 45 بروفيل، فانت شايف اكسبريشن، لو انت حركت كده شويه او اتحركت كده شويه بتقدر تشوف وش الشخص اللي انت بتصوره. فزي ما باين هوت انه لازم الكابل او واحد منهم يلف كتفه ناحيه الكاميرا بعيد شويه عن الكابل اللي قصاده، فده يخلي يعملوا حرف V، بدل ما هم 11 كده يبقى V. ده بيديني مساحة انه اول حاجة كذا، يعني زي كبادي لانجوج هم قريبين من بعض جدا، وفي نفس الوقت دي ان هم فاتحين جسمهم بيبين لي الديتيلز بتاعت الفستان او البدلة. تاني بوز هو الاوبن بوز، ان هم يبقوا واقفين ان ديستانت، او واقفين جنب بعض، او واقفين في مسافه ما بين الاثنين، يعني مش زي البوز اللي بعده، بس هو الـ في ديستانس في الفرق ما بينهم، وده بيبقى بيديهم مساحه اكتر ان هم يتحركوا، يديهم مساحه ان هم يبقوا ان اكشن شويه، بدل ما الموضوع يبقى استاتيك زي الفي بوز او الستاك او اللي هو الكلوزد. فده بيبقى مور فريدم في الديستانس، فالعريس يقدر يتحرك يروح يرجع، يلفف العروسة زي الصورة الأولانية، يمسك ايديها ويمشي. بنعملها في الفيرست لوك، لما اول ما العريس والعروسة يشوفوا بعض بيبقى في ديستانت ما بين في مسافة ما بين العريس والعروسة، فيقدر الناس تتحرك. البوز الثالث هو الكلوزد، اللي هو بقى شبه الفي بس هما كتفهم ووشهم لبعض،
بيبقى اكتر للبوزنج اللي هو بيبقوا مركزين مع بعض، عايزينهم يبقوا اقل ديستانس ما بينهم. فعكس الاوبن في حته ان احنا لما هما بيبقوا واصلين من بعض مرات لما بيبقى مش بيتحركوا بتبقى الصوره بورينج جدا، بس هما قريبين من بعض جدا there's feeling يعني، في احساس بيجنريت ما بينهم. فالريزلت بتاع البادي لانجوج بتاعهم ان هما بيبقوا مور انتيميت مور في الزوم بتاع التصوير. فده بنستخدمه دايما لما الكابل يبقى عايزين يتكلموا مع بعض، كيس او تشيك، او ان هما يبقوا صور الانتيميت بالنسبه لنا. البوز اللي بعده هو البوز العكس الكلوز، بس هو حاجه اسمها ستاك، اللي هو بيبقى واحد بيحصل التاني، العروسه بتحصل على العريس او العريس بيحصل على العروسه، او بيبقى نفس الفكره الكلوز بس بيبقى هاجنج من بره. فده بيبقى ترانزيشن يعني بيكام فاونديشن، بس هو اكشلي او اصله عباره عن ترانزيشن من الكلوز بوز. وده حلو ان احنا بنقدر نغير الديناميك اللي ما بين الناس، وبنقدر نغير الديناميك ما بين الكابل. الفكره كلها ان الكابل مرات بيبقى مش قادر يبصوا قدام بعض وفوش بعض فتره طويله علشان بيكسفوا او كده، فاحنا بنغير البوز، بيبقى غير الحركه او غير الديناميك. بس حلاوه الاستاك انه لازم الايدين كلها تبقى انجيج مع بعض، يعني لازم هو يمسك ايديها او هي تمسك ايده، او يحط ايديها حواليه او هي تحط ايدها حواليه. ف بيبقى انجيجنج قوي، وبيبقى في نوع من ال 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 ان ما ينفعش حد يبقى واقف بعيد عن التاني. طبعا احنا لو فكرنا ان البوز التراديشنال اللي هو بتاع كل الناس الجدودنا وابهاتنا هيبقى اوبن، بعد كده مع التطور شويه الموضوع بدا يجو تو ذا كلوز، وان هم يبقوا باصين لبعض وشهم وش بعض. بعد كده البادي لانجوج بتاع ان هم باصين وش بعض احيانا ما يبقاش باين الديتيلز بتاعت الفستان من قدام او البدله او البيبيون او الحاجات ديت، فبدا يتحركوا الى الفي شيب. فالفي شيب هو التطور للكلوز برضو علشان يبين الديتيلز. بعد كده طبعا الستاك هو اللي احنا كنا بنتكلم على ان هو مور انتيميت بوز ذات اكشلي هو عباره عن فاريشن من الكلوز. بس كل واحد من دول بيفرق معانا في البادي لانجوج، الاحساس اللي بيديه الصوره. يعني تخيل لو انت العريس واقف ورا العروسه بس مش حاضنها، الموضوع مش هيكمل. تخيل العريس والعروسه واقفين قصاد بعض بس مش باصين لبعض. الحاجات دي بقى هنتكلم فيها اكتر في حته المايكرو ادجستمنت، انه مهم قوي ان انت نركز في الديتيلز بتاعت كل حاجه في الصوره. ايد العروسه فين، بتعمل ايه، العريس مثلا عنده بوز مشهور جدا، او اي عريس اللي بيقف يحط ايده جنبه. فلا، حاول تعمل حاجه بايدك، حاول تعمل عينك تبقى مش دايركت دايما للكاميرا الا لما الفوتوغرافر يبقى عايز كده، او انت عايز تاخد صوره تريديشنال انتوا الاثنين باصين للكاميرا او حاجه زي كده. بس مش كل الوقت مش انجيجنج مع العروسه، او العروسه مش انجيجنج مع العريس. ده بيدي احساس للفيور بقى، لان البادي لانجوج بيفرق مع الفيور اكتر ما بيفرق مع الكابل نفسه. الكابل نفسه عارف ان هما بيحبوا بعض وهما واثقين ان هما بيحبوا بعض، بس معظم الوقت مش بيقدروا يعبروا عن ده في الحب. فنتخيل مثلا الصوره الاولانيه، العروسه حاطه ايديها لتحت والعريس حاطط ايده لتحت وهما واقفين بنفس بصة وشهم. اللي هيحصل انه لا، اللي بيعبروا بوشهم مش بيرفلكتوا باقي جسمهم، ما ينفعش ان هم يبقوا باصين نفس البصة ديت بس هم واقفين بعيد عن بعض.
ما ينفعش ان العريس يبقى بيحضن عروسة وبيبقى في لحظة انتمت جدا وهو حاط ايده في جيبه مثلا. الريفلكشن بتاع الموضوع ده او اللي هيجي يتفرج على الصورة ده يقول لك هو بيتنك ولا بيحبها ولا بيعمل ايه، فمش مفهومة. انا مثلا عايز اصور البوكيه بتاع العروسة والمود لذيذ، لو هي بصلي وهي اوت اوف فوكس بيبقى شكلها وحش، فاقول لها ايه العبي في الفيل او اعملي اكشن معين يخلي الجزء من البوز او بودي لانجوج ان هي ناتشرلي وز يعني فيكسنج او بتظبط الفستان وانا لقطت الصوره بالبوكيه يعني. فالمايكرو ادجستمنت بقى بتاع البودي لانجوج بيفرق كتير جدا 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 في الناس اللي بتتفرج على الصوره يبقوا حاسين احساسهم ايه، ريليتوا لاحساسهم، لانه لو حد بيحب حد بيبقى فيه ريبريزنتيشن للحب دوت. مش دايما البوزنج او البادي لانجوج لازم يبقى عباره عن حاجه ستاتيك، لا احنا ممكن ننكلود نفس البوز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي معظمها اللي هي الاوبن الاوبن بوزنج بيبقى فيه اكشن اكتر، بس حتى اللي هو الكلوزد او الفي او الستاكت ممكن يبقى انكلود فيهم اكشن، انكلود فيهم حركه. عروسه عايزه تطير طرحه فالطرحه تعمل الموشن، الفيلينج اوف موشن، لانه احساسهم بالحب عباره عن موشن، ان هم يعني هولد هاندز ويتحركوا، هتبقى بوز بيعبر عن ذير جيرني وهما بيتحركوا ماشيين بيبصوا لبعض بيضحكوا لبعض انجوينج الوقت مع بعض. ان العريس وعروسه يبقوا بيرقصوا، مش لازم بورتريت او حاجه يبقى ليها علاقه بالعريس وعروسه، ونتكلم عن البوزنج يبقى البوزنج ده عباره عن حاجه واقفه كده هوت وباصص بدرجه كام وعامل مش عارف ايه كام، لا هو الفكره كلها في حته انه البوز ممكن يبقى بدايته ان هما واقفين مع بعض، وبعدين الاكشن ان هو بيريبريزنتوا العلاقه ما بين يعني علاقتهم ببعض. يعني الفكره كلها انه البادي لانجوج او اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو البوزنج، هو انا عايز ريفلكت او عايز احط التاتش بتاع البوز بس جوه الفريم بتاعهم، يعني اقرب حاجه لحياتهم. لو هما مثلا بيحبوا يضحكوا بعض جدا وبيهرجوا جدا مقدرش اخليهم واقفين ساكتين ما بيعملوش اي اكشن علشان ده اللي انا عايز اصوره او هو ده اللي عايز اصوره، لا انا اخلي الموضوع كله اوبن جدا ان هو يبقوا بيتحركوا وبيعملوا وبيضحكوا وبيعيشوا طبيعتهم، وده يبقى جزء من الستيج، لانه البوز في الموضوع ده ان هو ستيج. انا قلت لهم يقفوا في الحته اللي ما بين الشجر، فدي البوز بتاعي، بس الرياكشن بتاعهم او الاكشن بتاعهم هو ريبريزنتيشن للحاجه بتاعتهم. لو العريس مثلا ماشي بيتحرك مش ماشي مثلا سابق العروسه بخطوه، اقول له لا خليك مع العروسه، هو ده المايكرو ادجستمنت اللي احنا بنعمله. لا حاطط ايده في جيبه، لا اقول له طلع ايدك في جيبك، لا مش هولدنج هاندز، لا حاول تمسك ايديها، حاول يبقى في اكشن ما بينكم، اعملوا حاجه. حاجه تانية برضو من الحاجات اللي انا بقولها للعروسه انه لو مش عارفه تعمل حاجه بايديها ممكن يعني تمسك بوكيه، تمسك طرف فستان، تعمل اي نوع من حاجه ان اللي خلق ايديها دايما مشغوله وانجيج وفيها نوع من الانجيجمنت. طبعا لما انا اجي اقول لحد لو احنا استكملنا الكلام عليها اللي هي الاكسبريشن دايركشن، انه انا بحاول اخلي حد يكسبرس او يعبر عن حاجه هو عايز يعبر عليها، بس انا بدي له دايركشن او انا بدي له الطريقه اللي يعبر بيها. ممكن مثلا عريس عايز يطلع يجري بس العروسه مش بتعرف تجري، بس احنا ممكن نكريت
السين ان هم بياخدوا خطوتين ثلاثة باحساس الجري، او انه عريس وعروسة ممكن يبقوا متنشنين شوية بس هو العريس عايز يفك، فاقول له احضن العروسة وزغزغها، فيبدأوا يضحكوا فيبدأوا يفكوا. لما جاء اسأل العريس مثلا اقول له الحاجة اللي بتضحك العروسة، فيقول لي ان انا موقف معين مثلا او حاجة بتضحك جدا فيقولها لها فتضحك. فهي الفكرة كلها انه معظم الناس وهم في فرحهم او في اليوم يوم ستريس زي اليوم الفرح بينسوا البيزك بتاع الحاجات اللي كانت بتجمعهم ببعض. فباخد الوقت بتاع البورتريهات ان انا افكرهم هم ليه اصلا يحبوا بعض وحبوا يتجوزوا بعض، ان هم دي ان هم بيحبوا يسبند وقت مع بعض. عروسة قالت لي نظرته ليا بتفرق معايا جدا. فطول الوقت انا بفكر في النظرات بتاعت العريس، ازاي اخلي العريس يبقى كومفورتبل جدا او مرتاح جدا ان هو يقدر يكسبرس هيز ايموشنز اند هيز لاف بالنسبه للعريس. فكره ان انا افاريت اغير الدايركشن لغايه لما الاقي ان هما مرتاحين في حته معينه. مش كل الناس مرتاحين ان هما يقفوا ورا بعض، بس في كابل بيحبوا يقفوا ورا بعض، وفي كابل تاني بيحبوا ان هما يبقوا ماشيين اكتر من هما واقفين، في كابل تاني بيحبوا البرايفسي يعني ان هو اديهم مساحه ما بقاش واقف قصادهم وانا بصور. عندنا بقى البادي لانجوج عامه اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو الريبريزنتيشن او الاكسبريشن، ليه بوينتس او ليه حاجات مهمه جدا عشان نخلي بالنا منها. لازم نخلي بالنا من العين قوي، لازم نخلي بالنا من الوش قوي، لازم نخلي بالنا من الجسم. فلو احنا ركزنا مع العين العروسة فين، وش العروسة فين، وجسم العروسة شكله عامل ازاي، فالبادي لانجوج ان العريس مثلا يبقى واقفين قصاد بعض في كلوز والعريس بصص للعروسة بس عينيه بصة بعيد، اني تقدم ان هو ما يشغلش باله بالناس اللي حواليه ويركز اكتر في الـ في الـ في المومنت والعروسه كده. حاجه تانية انه لما اجي اقول للعروسه مثلا بص تحت، لا ما تبصش بوشها تحت، لا هي بتبص بعينيها لتحت، يعني اللي هي تبص كده اهوت. بس لو بصت بوشها لتحت يبقى انا فقط الكونكشن اللي بوشها. حاجه تانية وحاجه برضو مهمه انه لما يكون حد بصور بورتريت ما ينفعش يبقى باصص بعيد كده، اللي هو مش باصص في الكاميرا، هو باصص بره الكاميرا، فده يدينا احساس ان هو مش مهتم او مش كونكتد بالشخص اللي احنا بيتفرج عليه. عكس خالص لما تيجي واحدة هتبقى عروسة وشافت صورة عروسة، شفت العروسة ديت بصلها في عينيها، بصلها في الصورة أزن يعني هي البنت تبقى بنفسها تتصور صورة بالبورتريت شكله اللي عامل زي ده. في ناس بيفضلوا ان البورتريت علشان يبقى فيه اكسبريشن يلا يبقى باصص للكاميرا او باصص على نفسه، ريفلكت على نفسه، هو بتحاول ان هي بتبص بعينيها لتحت على جسمها. ف البوينتس دي مهمه جدا، انه ما ينفعش ان يبقى الجسم ملفوف تماما من ديلك ظهره وانا عايزه ان هو يبقى بيكسبرس ان هما يعني ما ينفعش مثلا ان عايزه عروسه مدين ظهرهم لبعض ونبقى بنتكلم عن قد ايه هما بيحبوا بعض. ممكن احنا عايزين نعمل حاجه دراماتيك زي الافلام او بوز احنا عجبنا، بس نخلي بالنا انه لو هي دي الصوره الوحيده اللي هتبين الحب اللي ما بيننا فهما ممكن يكونوا بيعبروا بطريقه مختلفه، بس
الفكرة كلها انه اللي هيجي يتفرج على الصورة هنقول اغلبية الناس مش هتفهمها ان دي محبة، على قد ما محدش بيحب حد بيديله ظهره بيجنورهم او بيهمله، فالناس بتبقى عايزة تريليت لحاجة او تشوف حاجة هتفهمها اسهل او تفهمها مظبوط. فالفكرة بتاعت البادي دايركشن مهمة جدا. دلوقتي هنتكلم على حاجة برضو مهمة جدا، انت في ايدك كفوتوغرافر بقى تطلع البرسبكتيف الشخص بالعلاقته بالمكان. يعني انا لو استخدمت عدسة واسعة اقدر ان انا اطلع وراهم خضار وقد ايه هم صغيرين في مكان كبير وواسع والدنيا نفس المكان في نفس الحتة، بستخدم عدسة ضيقة او الانجل بتاعها ضيق، بتلاقي ان الموضوع اختلف تماما وان هم بقوا اكبر كتير من الجنينة والهورايزون لاين قرب جدا، والمباني البعيدة بقت حجمها ريلاتيف ليهم. او ان انا عايز اعزل الكابل بتاعي، فعايز استخدم عدسة واستخدم برسبكتيف او حاجة قصادي فتبين قد ايه هما لوحدهم في حتة لوحدهم. كل ده يعني form of expression، ودي بتبقى في ايدينا احنا كفوتوغرافرز ان احنا نجايد this tool او نستخدم التول ديت، ان حتى العدسة ممكن تدينا ستوري او تدينا body language مختلف. اللي بعدها بقى هقول حبة tips للبوزنج الجروم العريس وهو احنا بنعمله بوز لوحده. طبعا كل اللي فات ده كان ليه علاقه بالكابل وليه علاقه بالعريس والعروسه وهم واقفين مع بعض وعلاقتهم ببعض وكده. لو انا دلوقتي باخد صوره للعريس لوحده والعريس دوت في اليوم ده هو كل الناس مركزه معاه انه ده يعني ذا ماسكلينيتي اوف ذا ايفنت، ففي معظم الوقت بحطه في بوز حسسه برجولته وحسسه ان هو جامد جدا و كروسنج ليجز، حط ايده على ترابيزة، بيشرب سيجار، اصور عليه من تحت، انا بيجر سبيس زي اخر صورة على اليمين، انا واقف ليتشلي تحت العريس وبصوره من تحت لفوق، فهو حجمه بيكبر. فبيدي نفس فكره البرسبكتيف اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، ان هو بيديله حجمه ووضعه في الصوره زي الصوره الثانيه اللي من اليمين، دراماتيك، مدياله برستيج ووقار، وكل ما يبقى الموضوع فيه دراماتيكي بيبقى الموضوع كومبلكس بالنسبه للعريس ويديله ايدج. بس بالنسبة للعروسة بقى بنعكس الآية خالص، بنجو صوفت جدا، نحاول ان احنا نصور ببادي لانجوج فيها يعني صوفتنس اكتر، واللايتنج بيبقى مور صوفت، بنتكلم نركز في الديتيلز تحت الفستان، بنركز الايدين بتعمل ايه، البوكيه فين. حاجة مهمة قوي بالنسبة للعروسة بعملها انه بخلي بالي من ان العين بتبص فين. تاني حاجة بستخدم التكنيك بتاع chin follow the cheek، sorry the chin follow the shoulder sorry. فهي الفكرة كلها انه your chin follow الشولدر بتاع العروسة، فالعروسة لما تلف راسها كدهوت تبقى في بوزيشن ريلاكس جدا، جور لاينز بتبان، كل الحاجات دي بتبقى شكلها احلى، ف بتبان مور دريمي، مور
ويل بوزد. حاجة تانية برضو بستخدم التريانجل بادي لانجوج، اللي هو عمري ما خلي الايدين لازقة في في جنب جسمها، لا لازم تبقى واسعة كده ومديها مساحة، فيبقى في سبيس ما بين الايد والجسم، ان هو بتدي شكل احسن في الدراعات من بره او الشكل العام، لانه الموضوع ما بيبقاش بلوك، بيبقى فيه ديفينيشن وفي حركة في الايدين يعني. حبيت اشكركم اقول لكم ثانك يو فيري ماتش ان انتم حضرتوا معايا ذس ريكوردد ويبينار. بحب اشكر سوني الفا يونيفرس، وحب اشكر فوتوبيا فور بينج وذ اس. اشوفكم قريب ان شاء الله. شكرا.